أهلا بكم يا أصدقائي، مع المتعة والجمال والروعة فأنت محظوظ لأنك ستقضي الدقائق التالية في متعة لا تنتهي في دور تم في العشرينيات من القرن الماضي بالمراسلة بين اثنين من اللاعبين المجهولين، إمبود الذي ليس له غير دور واحد في قاعدة أدوار الشطرنج خسر فيه، بينما منافسه استروميلو ليس له أي دور ولكنهما دخل التاريخ من أوسع أبوابه. والآن هيا إلى الدور الممتع الرائع الذي فيه مقالات تشيب الولدان، وبدأت القصة من هذا الموقف، فما هي نقلة الأبيض الفائزة؟ إنبود بالأبيض وبدأ E4، رد ستروميلو D5، دفاع الوسط المضاد وبيسمى الدفاع الاسكندنافي، بيحاول يصفي الوسط مبكرا ED5. النقلة المعروفة هي الأخذ بالوزير، لكن النقلة الأقل شهرة هي النايت F6، طالب البيدق بقطعتين، وأفضل نقلة للأبيض هي C4 ويحمي البيدق، لكن لعب نايت C3 بيعبق قطعة وبيشارك في حماية البيدق، والاسود اخد البيدق والابيض بيكمل في التعبئة ببيشوب C4 بتنبو على الحصان، وافضل نقلة للاسود هي التكسير، لكن الحصان تراجع طالب الفيل والفيل ايضا تراجع ومازال بيصوب على F7، نايت C3، نايت F3، وهنا أفضل نقلة للأسود هي تعبئة الفيل على الـ F5، لكن لعب النقلة الطموحة E5 بيسيطر على الوسط، لكن النقلة دي غير ناضجة لأنه لم يعبئ قطع كفاية لحماية البيدق. وأفضل نقلة للأبيض هي التبييت بالتهديد، روك E1 ويهاجم البيدق وأيضا يهاجمه بالـ D4، والاسود محروم من لعب ال F6 لحماية البيدق لان الفيل هيمنع الملك من التبييت، والاسود في حالة سيئة، لكن الابيض لعب نقلة سلبية D3 بيفتح للفيل، والاسود انتهز الفرصة وربط الحصان وبيخرجه من معادلة طلب البيدق، وهنا الابيض لعب نقلة خبيثة H3. لكن ليه النقلة دي خبيثة هنعرف في النقلة القادمة. في الدور الفيل تراجع ودي نقلة الخسارة، لان افضل نقلة له هي تكسير الفيل، وبعد الاخذ الابيض طالب بيدق F7 وافضل، ولكن يبدو ان الاسود يريد الاحتفاظ بميزة زوج الافيال ولذلك تراجع للخلف، ودي نقلة سيئة، متوقع ان الابيض يطرده بالبيادق ويضعف جناح الملك، لكن الابيض فاجئه مفاجأة مذهلة، درجة الصعوبة 8. الابيض اخذ البيدق وبيترك الفيل يطلب الوزير، وفي الدور الاسود اخذ الوزير وخسر. لكن قبل ما نكمل لابد ان نعرف ليه النقلة دي خبيثة، لان الابيض لو ما لعبهاش واخد فورا بيدق الـ E5 الاسود لن يأخذ الوزير وانما هياخد الحصان وفاز بقطعة وبيحمي الفيل، بينما حاليا لو الاسود اخد الحصان مش هيكون حامي الفيل وهيتركه للوزير اللي طالب الحصان وايضا بيصوب مع الفيل على بيدق الـ F7، والابيض فاز ببيدق هام. على اي حال الاسود في الدور اخد الوزير، وبعد هذه النقلة الابيض بيفوز دائما، لكن بخطة رائعة، بل كما سنرى يستلزم استاذ كبير في التكتيك. على اي حال الاسود ترك المربع F7 والابيض اخده بتشيك، والملك ليس له غير مربع وحيد وهو الE7، وهنا الفيل خرج بتشيك، والملك مرة أخرى لابد أن يذهب إجباريا بالD6 وبيترك الوزير،
لكن بالتأكيد الأبيض لو أخد الوزير هيخسر، لأن الأسود هياخد الحصان وأصبح الأبيض في ورطة، فالقطعتين مطلوبين أمام قطعة واحدة وهيخرج فائزا في كل التفريعات. ولذلك الأبيض ما أخدش الوزير، لكن حاليا الملك طالب الحصان، لكن هنا جاءت نقلة الدور درجة الصعوبة 10. نايت E4 اتشك، ورغم خسارته بوزير الا انه بيضحي ايضا بالحصان، والملك مجبر على اخذ الحصان، وبكده اصبح متفوق بقطعتين منهم الوزير، لكن الملك خرج عن نطاق سيطرة بيادئه وفي متناول بيادئ الابيض اللي كمل F4 اتشك، والملك لا يستطيع التراجع وله مربعين. بالطبع اذا ذهب للF5 هتكون نقلة سيئة، لانه هيتلقى المات بنايت G3 تشيك، ودي مات سيئة للغاية، لان الاسود ما زال بيحتفظ بكل قطعه، لكن ملكه بيتلقى المات في وسط الرقعة. ولذلك الملك ذهب للD4، ودلوقتي الابيض لو اعطى الكش بالبيضة هيترك بيضة الD3، ولذلك الابيض في هدوء اخذ الفيل، ودلوقتي طالب الملك للE2 وC3 تشيك ميت لا يمكن منعها. عظمة هذه النقلة ان الاسود ليس له اي دفاع، فمثلا لو كمل ببيشوب B4 تشيك هيدافع بC3 تشيك ولابد من الاخذ، وهياخد البيضة بتشيك، وهنا لابد ان يذهب للE3، والابيض ببساطة هيبيت، والرخ هيذهب للE1 بتشيك ميت. ايضا لا يصلح اخذ الفيل، لان الابيض هيلعب C3 تشيك ولابد من الذهاب للE3، وهنا الابيض هيبيت ببساطة، طالب الرك E3 تشيك، كينج E2، رك D2 تشيك، كينج E1، رك E3 تشيك ميت. وإذا الأسود حاول يدافع بأخذ البيضة هيمنع الملك من الهرب، وهنا روك E1 تشيك ميت، ولذلك الملك ذهب للE3 بيمنع الملك الأبيض من التقدم، لكن الأبيض بيت ببساطة، طالب السي3 وتشيك ميت. ومرة أخرى لا يصلح أخذ الفيل، ولذلك دافع بنايت D4. اولا بيمنع الروك F3 تشيك، ومستعد في حالة الروك E1 يغطي بالحصان، ومن هنا بتبدأ المتعة، فالابيض يستطيع اعطاء المات برخ الملك على الE1 او رخ الوزير على الE1، ولكن بطريقتين مختلفتين. في الدور الابيض اعطى المات بعد تحريك رخ الوزير، لكن المتعة كلها لو اعطى المات بالكش برخ الملك، لان دي بتختصر نقلة واحدة في المات، والاسود مجبر على التغطية بالحصان بتشيك، وهنا جاءت المفاجأة باخذ الحصان والتضحية برخ، وبعد الاخذ طالب الرخ. هنا الابيض ممكن يخطأ ويعطي الكش بالفيل على اساس بيحمي الرخ، لكن هنا الملك هيتراجع ويهرب عن طريق D4 والمربعات البيضاء بعد مغادرة الفيل، ولذلك اعطى الكش بالحصان وفي نفس الوقت بيحمي الرخ. والنقلة الوحيدة هي الكينج E3، طالب يهرب عن طريق D4، والابيض فاجئه مفاجأة صاعقة، درجة الصعوبة 10. الأبيض لعب D4، بيمنع الملك من الهرب وطالب الروك D3 تشيك ميت، والأسود ليس له أي دفاع، فلو أخد البيضة الفيل هيصبح غير مطلوب، والأبيض هيلعب ببساطة F5
ويكشف كش، ولابد من التغطية بالوزير، لكن هنا روك دي سري تشيك مين. بينما لو الوزير أخذ الفيل حيكمل كالمعتاد روك دي سري تشيك، والملك ليس أمامه غير أخذ البيدق، وهنا بتجي روك اف سري تشيك مين. الحقيقة عدة ماتات رائعة. على أي حال الأبيض مجاش برخ الملك، إنما جه برخ الوزير بتشيك، والأسود ليس أمامه غير التغطية بالحصان بتشيك، والأبيض ضحى الحصان، وفي الدور الأسود أخذ الرخ، لكن لو هرب للدي فور الأبيض هيلعب النقلة المتألقة روك دي وان، طالب السي سري تشيك ميت ولا جدوى من المقاومة. فلو مثلا بيشوب بي فور هيكمل كالمعتاد سي سري تشيك بيشوب سي سري، وهياخد بالبيدة بتشيك ميت. بينما لو لعب نايت دي فايف الابيض لن يهتم وهيكمل سي سري تشيك، ولابد من اخذ البيدة وهياخد بتشيك ميت. اذا الملك لا يستطيع الهرب ولذلك اخد الرخ، وهنا جاءت سيمفونية رائعة ببيشوب اتش 5 تشيك كينج اي 3 روك اف 3 تشيك كينج دي 4، والملك يبدو انه هرب، فالسي 3 هتبعده كثيرا، ولذلك بيشوب اف 7 بيمنع الملك من الهرب، وطالب السي 3 تشيك ميت، والاسود لعب يائسا نايت دي 5، ولكن بعد سي 3 تشيك نايت سي 3 اخذ الحصان بتشيك ميت، وجميع القطع البيضاء بتحاصر الملك. الحقيقة مات رائعة بل مذهلة، ولكني اطلب رأيك، هل يستحق هذا الدور ان يضع نفسه بين الادوار الخالدة ام لا؟ منتظر تعليقاتكم. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.